بالإنابة عن الجامعات العامة أتشرف بالترحيب في الأمم المتحدة بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا ودعوة فخامته لإلقاء كلمة على الجمعية. السيد سكرتير عام الأمم المتحدة، السادة الضيوف الكرام، السادة قادة الدول والسادة والقادة الحكومات، إذا كان حضوري اليوم هو ميزة أن أقف أمامكم، أنا أعلم لمن أدين بهذا الامتياز. أدين بهذا الامتياز إلى كل هؤلاء الذين منذ 70 عاما مضى وقفوا أمام الأنظمة البربرية التي احتلت فرنسا. أدين بهذا الفضل إلى كل الدول التي استمعت إلى صرختنا للمساعدة، إلى الولايات المتحدة التي أتت إلى نجدتنا. لم يعلموا جميعا ما هي فرنسا حقيقة، ولكنهم علموا أن فرنسا إذا هزمت فرنسا في أن هذا سيكون هزيمة للقيم التي تشاركوا معنا فيها، أن هذا سيكون هزيمة للحرية ومبادئها، وهزيمة للرجال والسيدات الذين كانوا يعيشون آلاف الكيلومترات بعيدين عن فرنسا. وكما أدين بهذا الفضل إلى كل هؤلاء الذين يسعوا إلى إنشاء نظام جديد مثل السيد روني كاسان الذي يعمل نحو إقرار الأوضاع بشأن هؤلاء الضحايا الذين يدافعون عن القيم الخاصة بالإنسانية التي تقبع في قلب الجميع. إن هذه القيم هي قيم حقيقية وقيم عادلة، وإذا قلت ذلك فإن هذا ليس ما أقوله الآن، هو ليس حديث عن التاريخ، ولكن هو اليوم عندما أستمع إلى زملائي يتحدثون عن العالم الذي يوجد الآن، يتناسون ما كان عليه العالم في السابق. كانوا يتحدثون عن مصالحنا الحالية ثم يتحدثون عن كل ما يمس حياتنا الحالية. إن العالم حاليا مدين لكل من ليس لديه صوت في الوقت الحالي. إن واجب فرنسا أن تتحدث عن هؤلاء الذين لا صوت لهم، لأن الحديث عن من لا صوت لهم اليوم وفي المستقبل، إن هؤلاء الذين لا صوت لهم هو الذين أود أن أتحدث إليهم. تحدثت إلى أحد مواطني حلب وقل هي مواطنة من حلب وكانت تعيش تحت قصف المدفعيات، وكانت تعيش في معسكر لاجئين الذي عانى فيه اللاجئين السوريين العديد. إن هذا الفشل الجماعي في سوريا هو ما تسبب في هذا، ولكن الآن نسعى في الوقت الحالي لإقرار سلام في سوريا ونحاول الوصول إلى تسوية سياسية. وهذا ما كان يحاول مجلس الأمن في إقراره في عدد من قراراته في قلب هذه المبادرة. لابد أن نضع معا خارطة طريق لسوريا، وهنا أود أن كل الأطراف أن تعمل معا. إن المجهود المبذول في الأستانة لا يكفي فقط، ولكن لا بد أن يجتمع الكل نحو استمرار المفاوضات للوصول إلى حلول سياسية وليست عسكرية. إن هذا في صالحنا جميعا أن نمشي في هذا الاتجاه وفي صالح سوريا. لقد قلت بالفعل ما هما الخطين الأحمرين. أولا حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. ما حدث في 4 أبريل لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى، وأن نضعه نصب أعيننا، كما أن
هناك أيضا الحاجة الملحة لضمان دخول المعونات الإنسانية والصحية إلى المواطنين لتلقي خدمات طبية للمواطنين الذين يعيشون في المناطق المنكوبة. وطبقا لما قررته وما قالته قالت به قرارات مجلس الأمن وما نفعله ضد هذه الموجات الإرهابية، لا بد أن نحارب الإرهاب في سوريا، وهذا ما نفعله بالفعل، ونحن نعمل لصالح هؤلاء الذين قضوا على مدار الشهور الماضية، لأن الإرهاب الجهادي ضرب بلادنا في جميع القارات بغض النظر عن الديانة. لا بد أن نحمي أنفسنا بتوحيد قوانا، وأن نضع مكافحة الإرهاب هي أولى أولوياتنا. لا بد أن نمنع استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت، ونمنع عنهم المعونات. وهذا موضوع أدعوكم إليه لأن نعقد مؤتمرا بشأنه، لأن نوقف شبكات الإنترنت عنهم كجزء من التحالف في سوريا والعراق. كان قتالنا ضد الإرهاب لم يكن قاصرا على القتال في المعركة، ولكنه كان قتالا في مجال التعليم والثقافة. إن هذه المعارك الثقافية التي تخاض ليست هناك فقط، ولكنها في إفريقيا وفي شمال إفريقيا وفي آسيا. هذه الفتاة التي قابلتها، وأيضا الطفل عثمان الذي نشأ في مالي، الذي كان حلمه فقط أن يذهب إلى المدرسة بدون أن تكون حياته مهددة. إن هذا واجب علينا جميعا أن نحمي هذا الطفل. إن مجموعة الدول المعنية بهذا الموضوع لا بد أن تعمل في هذا الاتجاه، ولا بد هنا أن أشكر كل المجهودات التي تبذل في هذا الجزء من العالم والتي تواجه تلك التحديات التي نواجهها جميعا، ونعمل في سياقها لمكافحة الإرهاب، وأن ننشئ كيان وطني داخل تلك الدولة بغض النظر عن المصادر التي سينشأ بها هذا الكيان، ولكن لابد أن يكون فيه جهود جماعية لمكافحة الإرهاب في هذه الدولة. ولهذا السبب منذ تولي هذا المنصب تبنيت مجموعة عمل الخمسة، والتي أود أن أستثمر في مجهوداتهم لكي ندعم إفريقيا. إن هذا هو مستقبلنا، لا بد أن نصدر أفكارا جديدة للمنظمات الإقليمية والدول المستضيفة لعبثات الأمم المتحدة. كل مجهوداتنا ستعتمد على العمل الجماعي. الاستجابة العسكرية ليست هي الاستجابة المتفردة، لابد أن يكون هناك استجابة سياسية، وهذه ما أقولها. وهنا أشير إلى اتفاقية الجزائر والسياسة وما حققته. أيضا سمعت صوت كوامي، وأود هنا أيضا أن أظهر أمامكم صوت كوامي في جميع أنحاء إفريقيا قبل أن يضع قدره في أيدي المهربين، وقبل أن يضع قدمه على شاطئ البحر المتوسط. هلك هو وأقرانه، هو وآخرين من المشردين والمهجرين. إن المهجرين هم للأسف هم نموذج وعنوان لهذه الحقبة من الزمن. نحن نحتاج أن نغير طرقنا نحو السعي نحو الحرية. أما بالنسبة ك
كان لابد أن نترك الطريق الذي يدعو إلى الحرية. وإذا تطرقنا إلى موضوع الروهينجيا، هناك الآلاف من المشردين، لابد من الأعمال العسكرية أن تنتهي، لابد من وجود معاونات إنسانية، ولابد من إقرار حكم القانون. هناك سوف تكون فرنسا بوضع مبادرات في مجلس الأمن في هذا الاتجاه. هناك حاجة لإنقاذ بلدك عندما تكون الحروب، عندما تلوح الحروب في الأفق. ولكن إذا رجعنا إلى سوريا، نجد من نفي ومن سجن، و كل من يدافعون عن الحرية يكون هم الهدف الأول. إن هناك واجب أخلاقي لدعم المفوض السامي للاجئين في مسعاه نحو إنهاء تلك القضية. هناك لابد من إنشاء طرق لهروب اللاجئين، ولابد أن ندافع عن اتفاقية جنيف في شهر إبريل الماضي. جمعنا الدول الإفريقية والأوروبية التي تأثرت بحركة الهجرة، وناقشنا كيفية مواجهة تهريب البشر، ولا بد أن نوقفه لأنه ضد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأن نحاول أن نعاون الدول التي يخرج منها المهاجرين حتى لا يخرج منها هؤلاء المهاجرين. الأساس هو أن يكون هناك استجابات ليست فقط على المدى القريب، ولكن لابد أن نعالج الأسباب الخاصة بعدم الاستقرار في تلك الدول. إن الهجرة والإرهاب هما تحديات سياسية لنا جميعا. إن القضايا هنا هي ذات طبيعة حضارية، ذات طبيعة أخلاقية. لابد أن يكون هناك أسباب هي التي جعلت فرنسا في تخصيص 55% من دخلها لدعم الدول الأخرى التي تعاني من تلك المشكلات. أشكركم على هذا التصفيق، ولكن أعتقد أن هذا التصفيق لابد أن يكون منتظرا منا. إن ما يحدث الآن ليس كافيا، ما تفعله فرنسا ليس كافيا. ليس الموضوع موضوع نقود، ولكن الموضوع موضوع كيفية استخدام هذه النقود وإنفاقها، وكيفية إمكانية تفعيل الاستقرار بواسطة تلك النقود. لابد هنا أن يكون هناك مراقبة على تنفيذ أعمال الاستقرار. لابد أن نستثمر ونستغل أساليب جديدة لتحقيق الاستقرار في الدول المختلفة. إن لابد لنا أثناء مواجهة تلك التحديات، لابد أن نعرف أيضا ما هي الحاجات الخاصة بكل دولة على حدة لكي نعاونها. مع وجود الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي سوف نضع أولويات واضحة. الأولوية الأولى هو الاستثمار في التعليم، لأن بالتعليم يمكننا أن نفوز بهذه المعركة، معركة الحرية، وأن نكافح تلك الظاهرة التي تهدم أقاليمنا ودولنا. وهنا أناشد المجتمع الدولي فيما حدث في داكار في 28 فبراير، عندما جلسنا سويا وتباحثنا بشأن السنغال. إن الصراع من أجل الحرية والسلام لابد أن نعطيه الفرصة، ولابد أن نكافح من أجل ضمان تعليم الفتيات وضمان مستقبلهم.
وألا يكون العمل معهم من خلال الحاجة فقط، ولكن من خلال توفير ما يريدون. أما الأولوية الثانية لنا هي الصحة، هو مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة سوء التغذية، لأننا نأمل في أن يكون كل فرد قادر على تعليم نفسه وأن يكون لديه فرصة لكي يكون قادرا على الحصول على رعاية صحية، وأن يكون لديه القدرة على التعبير عن نفسه. وخاصة إذا نظرنا إلى النساء، لا بد أن لا تنتزع حقوقهم في الصحة والتعليم في جميع أنحاء العالم. إن هذه معركة أخرى، معركة ذات طبيعة حضارية، هذه معركة عالمية حضارية تهم كل الشعوب أيما كانت تلك الثقافة التي نتحدث عنها. إن قدرتنا الجماعية في مواجهة كل التحديات هي الأساس في النجاح. اليونسكو على سبيل المثال هي منظمة على قدر كبير جدا من الأهمية، وهي التي تستطيع أن تحل العديد من مثل هذه الموضوعات، والتي تستطيع أن تقر وتديم الاستقرار وتضمن حرية التعبير. إن أهم موضوع ملح في هذا الموضوع هو حماية هؤلاء الذين يريدون التعبير عن أنفسهم. لا بد أن نسعى نحو حرية الصحافة، ولهذا السبب أنا أناشد أسعى وأدعو إلى تخصيص وقت لإصدار قانون لحماية الصحفيين. إذا لم نسعى لحماية الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، سوف نعاني جميعا. أولا أود أن أتكلم نيابة عن جول الذي يعيش في جزيرة سان مارتان. أعتقد أنه يعاني العديد، يعاني الكثير في هذه الجزيرة. إن التغير المناخي يؤدي إلى تزايد عدد الكوارث، وأن مستقبل بلدنا ومستقبل كوكبنا على المحك. لا بد أن نتكاتف في مسؤوليات في تنفيذ مسؤولياتنا. إن هذا الكوكب لن يتفاوض معنا. إن البشر لا بد أن يسعوا إلى حماية أنفسهم. حالات الطقس والكوارث ليست هي حالات الطقس، نحن كلنا نحن متأثرون بالتغييرات المناخية في الصين والقرن الإفريقي وأماكن أخرى. إن دولتنا وعدت بأن نصل إلى اتفاقية عالمية للمناخ وتم التوقيع عليها. هذه الاتفاقية هي اتفاقية ملزمة وغير قابلة للتفاوض. أما إذا كنت تريد تقسيمها، إنها ليست عرضة للتقسيم، لأنها تخص أجيال قادمة. من الممكن أن لن نعود في تلك الاتفاقية. أحترم قرار الولايات المتحدة. أحترم قرار الولايات المتحدة، ولكن الباب سيظل مفتوحا على الدوام، وسوف نستمر بالعمل مع جميع الحكومات المحلية والمدن والدول الأخرى للالتزام بما اتفقنا عليه، وأن نكون رواد في مجال المحافظة على الطاقة، وأن نسعى للعمل مع هؤلاء الذين يريدون إنشاء عالم جديد. إلا أنني أقول قد لا يسعد ما أقوله قد لا يسعد قد يسعد من هم في المستقبل، لأنهم سينظرون إلينا وهم ليسوا سعداء. سوف نبني المستقبل الآن بمساهماتنا كدول، بتبنينا لخطة خاصة بالمناخ ومحاولة تحييد عنصر الكربون. في 12 من
ديسمبر سنتقابل مرة أخرى في باريس لمناقشة هذا الموضوع، ونسعى لإيجاد تمويل لإقرار هذه المعاهدة. وفرنسا هنا تخصص 5 مليار يورو لهذا التوجه في هذا المساء.